بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبناء الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذه المحاضرة أمثلة مختلفة على التباديل والتوافيق وقوانين الاحتمالات التي مرت معنا في المحاضرات السابقة، ونبدأ بهذا المثال: From a group of seven men and six women, five persons are to be selected. إذن من عندنا سبع رجال وست نساء، بنختار منهم كم؟ خمس أشخاص. To form a committee. إذن اللجنة خماسية تتكون خمس أشخاص. So that at least three men and are there on the committee. بحيث يكون على الأقل ثلاث رجال في هذه اللجنة. إذن عندنا at least، زي ما حكيت لكم سابقا، قد يكون at most. In how many ways can it be done؟ زي ما انتم شايفين اعطاناهم خيارات A, B, C, D and E. ونشوف الآن طريقة الحل. طبعا هنا مبدئيا نطلع على السؤال: هل هذا السؤال يحتاج إلى تباديل أم توافيق؟ هل الترتيب مهم ولا مش مهم؟ نلاحظ الترتيب هون غير مهم. ترتيب غير مهم، واللجنة نتذكر أنها لجنة خماسية وعلى الأقل يحتوي فيها ثلاث رجال. إذا إما ثلاث رجال واثنين رجال نساء، أو أربع رجال وامرأة واحدة، أو اللجنة كلها رجال. فزي ما شايفين we have three men and two women or three men and one woman or five men only، وبالتالي zero women. فعندنا هون بكم طريقة أختار ثلاث رجال من أصل سبعة، إذا combination سبعة سي ثلاث، ونساء ستة سي اثنين، أو سبعة سي أربعة ضرب سي ستة سي واحد. ليش حطينا ضرب؟ قلنا لكم احنا بعد ما كملنا اند هون حولناها ايش لهون الى ضرب زي ما انتم شايفين. وعندنا هون واحد زائد اربعة هي اللجنة الخماسية، زائد ايش اللي هي اور، فبصير زائد سبعة سي خمسة، كلياتهم يكون رجال. ونحسب هذه التوافيق زي ما انتم تعرفوها بالطريقة الاعتيادية، اما باستخدام الآلة الحاسبة او بالتبسيط كما تشاؤون، وبيطلع الجواب 706 وخمسين هو اوبشن دي. هذا مثال مشابه له. In how many different ways can the letters of the word، عندنا هون leading هاي كلمة be arranged، إذا بكم طريقة نستطيع ترتيب أحرف هذه الكلمة in such a way، بطريقة that the vowels الأحرف العلة always come together. إذا بنرتب أحرف هذه الكلمة بشرط أن تكون أحرف الفاولز مع بعض البعض. وأعطاه نفس الشيء اختيار من متعدد. فنيجي على السؤال، شو بقول لك هون؟ إنه كلمة leading كم حرف فيها؟ has seven letters. When the vowels E, A, I are always together، إذا بنخلي هذول الأحرف الثلاث مع بعضهم بعض، زي ما حكينا سابقا they can be supposed to form one letter، إذا بتعاملها وكأن وحدة واحدة. Then we have to arrange the letters، إذا صار عندي لاحظ ال ان دي جي، وهون ال اي 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 هذول حطيناه بين قوس كان عامل وحده واحده. وكاني هون يا اخوان بدي ارتب ايش؟ الله محمد، خمس احرف، واحد اثنين ثلاث اربعه، وهذول كلياتهم خمس احرف. فعندنا ناو فايف لترز، اربعه زائد واحد تساوي خمسه، كان بي ارينج ان فايف فاكتوري يساوي 120 طريقه. اذا ارتب هذول الاحرف خمسه، هذا واحد، هاي اثنين ثلاث اربعه خمسه، ب 120 طريقة. الآن لاحظوا هون زي ما قلنا لكم سابقا إنه نفس الأحرف هذول among themselves can be arranged among themselves in three factorial، ليش؟ لأن ثلاث أحرف، فبصير عندي ست طرق. إذا حتى أرتب أحرف الكلمة هاي كاملة ويكون أحرف العلة بجنب بعض زي ما أنتم شايفين هون، إذا عدد الطرق المطلوب هو عبارة عن 120 ضرب 6 ويساوي لنا 720، والخيار بيكون موجود هون، وإذا كان مش موجود none of these. أيضا هون مثال بسيط ومشابه، بقول لك out of seven consonants and four vowels how many words can, of three consonants and two vowels can be formed. هذا السؤال واضح جدا، ما فيش أي شيء، هو عبارة عن عملية اختيار الأحرف وترتيب غير مهم ولا يحتاج إلى أي شرط. سؤال دايركت، فبيقول لهم كم طريقة نستطيع أن نحرف ثلاثة كونسوننت
من أصل سبعة، إذا بصير سبعة كومبينيشن ثلاث، ضرب اثنين فاولز من أصل أربعة فاولز ضرب اللي هي أربعة سي اثنين، وبنحلها إما بالآلة الحاسبة أو بخيار التبسيط العادي، فبيطلع عندي 210 طرق. الآن شو السؤال بقول لك؟ هاو ماني ويردز، كم كلمة تتكون من ثلاث أحرف كونسونت واثنين فاولز يمكن تشكيلها؟ إذا الكلمة خماسية تتكون من خمس أحرف. فشو قلنا هون؟ قلنا each group consists of five letters. Number of ways of arranging five letters among themselves هي خمسة فاكتوريال. إذا هون عدد الكلمات تتكون من خمس أحرف اللي بقدر أنا أختارها 210. هون عدد طرق ترتيب الأحرف فيما بين بعضها البعض among themselves. إذا التوتال required number of ways اللي هو 210 ضرب 120 ويساوي لنا 25200. إذا يا إخوان شو لاحظنا؟ بقول لك هون نرجع على السؤال، كم كلمة نستطيع تأليفها؟ إذا هنا عدد طرق اختيار كلمات خماسية يساوي 210، وهون عدد طرق ترتيب أحرف الكلمة بعد الاختيار اللي هي 120، وحاصل ضرب نطلع لنا 25200. مثال دايركت مشابه لهذا السؤال اللي فوق، لكن لاحظوا الفرق ما بين السؤالين. In how many ways can the letters of the word leader be arranged؟ نرجع يا اخوان السيتكي، عندنا الاحرف ال اي اي دي اي ار، ففي عندي حرفين اي هون ايش؟ متشابهات، وبقيه الاحرف مكرره مره واحده. وكانه هون بقولنا بكم طريقه نستطيع توزيع احرف الكلمه او ترتيبهم إلى مجموعات. المجموعة الأولى فيها حرف واحد، الثانية اثنين، وهي حرف حرف، والآر حرف واحد. فـ required number of ways يساوي لنا 6 فاكتوريال على مضروب كل واحد من عدد الأحرف اللي أنتم شايفينه هون، والجواب 360 طريقة. إذا زين ما تلاحظين يا إخوان هون بالأمثلة هاي هي بدك تفهم السؤال شو طالب، وإذا كان الترتيب مهم أو غير مهم. مثالنا الآتي أيضا، in a group of six boys and four girls, four children are to be selected. من أربع أو ست أولاد وأربع بنات بدك تختار أربعة أطفال. in how many different ways can they be selected such that، إذا في شرط at least one boy should be there. إذا نفس المثال اللي قبل شوي، انه عندي اني اللهم صل محمد، عندي ست اولاد واربع بنات بدي اختار منهم اربعه، بكم طريقه يمكن اجراء ذلك او كم خيار عندي؟ شرط عندي يقول على at least one boy. So we have one boy and three girls. ليش اخترنا ثلاث؟ لانه لجنه رباعيه، فاول شيء اما ولد وثلاث بنات اور ولدين وبنتين اور ثلاث اولاد وبنت اور اربع اولاد. وقلنا الاور هاي في كل خيار هون حولها الى زائد زي ما انتم شايفين هون. والان هاي هي عباره عن عمليه الضرب، وهنا التبادي التوافيق اللي مطبقها 6 سي 1 4 سي 3 وهكذا. وبعد عمليه التبسيط نحصل ان عدد الطرق يساوي لنا 209. هون نفس الشيء، هذا مثال مشابه، يقول لك a box contains two white balls، يعني صندوق يحتوي كرات ثنتين بيض، ثلاثة سود، أربعة حمر. in how many ways can three balls be drawn from the box؟ وبكم طريقة أستطيع اختيار الثلاث كرات من الصندوق؟ if at least one black ball is to be included in the draw، بشرط أن يكون عندي على الأقل واحدة بلاك كرة موجودة. هذا السؤال ما بيختلف عن سؤال الأطفال اللي فوق، وبنفس الطريقة الترتيب غير مهم، قد يكون one black and two non black. لاحظ two non black اللي هن الريد و الله محمد الوايت، الريد والوايت أخذ مرة واحد non black، فهون جمعهن الريد أربعة والوايت اثنين فصار ستة، وبختار منهن ثنتين متبقيات. ليش؟ لأن بدي اختار ثلاث كرات، واحد ايش منهن؟ الله محمد، واحد بلاك. هون تو بلاك اند وان نون بلاك، اذا ثنتين بلاك وبختار واحد من البلاك، او الثلاثه بكون كلات بلاك، وبطلع عندنا 64 طريقه. هنا عندنا مثال اخر جميل جدا،
شو بقول مثال؟ text number 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. يعني عندنا بطاقات أو أوراق رقمناها من 1 إلى 20 خلطناها من بعض البعض واخترنا منهن ticket عشوائي. What is the route that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5؟ بقول لك إذا عندنا الأعداد من 1 إلى 20 اخترنا واحد منهم، شو احتمال الكرت اللي اخترناه يطلع عليه عدد مضاعفات الثلاث او الخمسه؟ وعندنا هون اور، انتبهوا لها. طبعا هو طالب ايش؟ احتمال. الان المجموعه هي فيها اعداد سامبل سبيس، في من واحد الى وين؟ الى 20 بطاقات. ليت اي يساوي الايفنت اوف جيتنج ا مالتيبل اوف 3 5. اذا مضاعفات الثلاث 3 6 9 12 و 18. حلو، مضاعفات الخمسة عندك هون بنبلش اللهم صل محمد 5 15 10 و20. عدهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا مضاعفات الثلاث أو الخمسة هن 9 وعدد عناصر فضاء العينة كلات 20. إذا احتمال إني أختار عدد مضاعفات الثلاث الخمسة يساوي لنا أن للإي عدد عناصر number of elements in this event على number of elements in the sample space، ويطلع 9 على 20. أوكي، هنا أيضا مثال آخر. A bag contains two red, three green and two blue balls. Two balls are drawn at random. What is the probability that none of the ball drawn is blue؟ ولا يكون عندنا شنتي فيها كرات ثنتين حمر وثلاث خضر وثنتين زرق، اخترنا ثنتين كرتين من هذا الصندوق. What is the probability that none of the balls drawn is blue؟ شو احتمال انه ولا واحد من الكرات اللي اخترناها تكون زرقاء؟ وهنا طالب احتمال وليس عدد طرق، فرجعت تنتبه شو مطلوب من السؤال. الآن عدد الكرات في الصندوق أو في الشنطة 2 زائد 3 زائد 2 ويساوي لنا 7. إذا هم نقول عدد عناصر السامبل سبيس يساوي لنا كم؟ 7. الآن لاحظوا هذا السؤال جميل جدا ومختلف عن السؤال الذي فوق. هون بختار ثنتين، قاعد بختار كرات ثنتين. Then endless number of ways of drawing two balls out of 7. بعيد. عندي سامبل سبيس في 7 عناصر. هون عندي عدد عناصر السامبل سبيس هو number of ways، عدد طرق سحب كرتين خارج من السبع كرات اللي هن مساوي لنا 7C2 ويساوي لنا قديش؟ 21. انتبهوا، عرف الحادث E event of drawing two balls هو حادث none of which is blue، إذا عدد طرق اختيار كرتين ولا واحد منهن ايش؟ زرقاء. إذا الآن للإي يساوي number of ways of drawing two balls out of، ليش حط هون 2 زائد 3؟ برجع فيكم للسؤال فوق. نان بلو 2 ريد و 3 جرين، فبدي اختار من هن اللي بكون ايش؟ نان بلو. 2 زائد 3 هي 5 سي 2 ويساوي لنا 10. إذا هون صار عندي احتمال الحادث إي نسحب كرتين وما يكون ايش؟ زرق، يساوي لنا ان للاي على ان للاس ويساوي لنا 10 على 20. بعيد هذا السؤال، ارجو من جميع الطلاب مراجعه هذا المثال لانه هون ببين لنا كيف صار يصير عندنا عناصر فضاء العينه عندما اسحب الكرات الثنتين. ارجو التركيز على هذا المثال. هنا نفس الشيء، هون المثال لا جديد فيه. In a box there are 8 red 7 blue and 6 green balls. One ball is picked up randomly، يعني سحبناها picked up. What is the probability that is neither red nor green؟ ما يكون، شو احتمال يكون عندي لا حمراء ولا خضراء؟ نفس الطريقة اللي شفناها فوق، ما في شيء جديد. What is the probability of getting، هذا مثال آخر هون. What is the probability of getting a sum of 9 from 2 throw of dice؟ يعني بقول لك إذا رميت أنت حجرين نرد، اوكي حجرين نرد، شو احتمال عندي مجموع العددين الظاهرين يطلع 9؟ الان عدد عناصر فضاء العيني، الحجر الاول يطلع 6، ضرب 6 يساوي لنا 36 زوج مرتب، تحتوي الاعداد من 1 1 ولغايه 6 6.
عرفنا الحادث إيه getting a sum of 9، فبيطلع عندي ممكن يطلع عندي